أهلا بيكم في المحاضرة التانية من منهجنا Change Management أو إدارة التغيير. أنا مش عارفة إذا كنت شفت المحاضرة الأولى كويس ولا لأ، بس المحاضرة الأولى كانت بتتكلم عن التغيير الـ individual أو التغيير اللي بالشكل الفردي، واتكلمنا فيها عن الموضوع بشكل أكتر من ناحية علم النفس، وإن النفس البشرية إزاي بتتأثر بالتغيير وإزاي هي تعرف تتعامل معاه وإزاي تديره، سواء بقى هو الشخص بيتعامل مع التغيير جوه نفسه أو بيتعامل التغيير مع المحيطين بيه في الشغل أو في البيت أو في الحياة الاجتماعية عموما. فإحنا دايما كده خلينا متفقين إن إحنا في المحاضرات بتاعتنا نعمل بريف بسيط عن المحاضرة اللي فاتت، ونتكلم في المحاضرة بتاعتنا وندي انترودكشن بسيطة للمحاضرة الجاية عشان يبقى في ترابط بين المحاضرات ودايما يكون الذهن حاضر، ولو حد لا قدر الله نسي حاجة يقدر يراجعها سوا بسرعة، ونعمل مراجعة وريفيجن بحيث إن كل حاجة تكونوا فاكرينها للتست أو الكويز، وكمان للحياة العملية وللشغل وكل حاجة مهمة. تمام؟ فنتكلم على تشالنج مانجمنت. This subject is about making sense of a change management. The world we live in continues to change at intense rate. Not a day goes by, it seems, without another important discovery or boundary pushing invention in the scientific fields. The economics of globalization seems to dominate much of our political and corporate thinking, while the shadow side of globalization develops at an equally alarming pace. أنا عارفة إن التعريف ده أنا كل مرة بقعد أقوله وأعيده وأزيده، بس هو مهم جدا. دايما بيفكرنا إن التشينج أساسي، التشينج بيحصل حتى لو إحنا رافضينه، التشينج بيحصل حتى لو إحنا عايشين بعيد عنه وهنتأثر بيه بشكل ما، سواء موجود في نفس القارة بتاعتنا أو نفس الدولة أو نفس المنطقة نفس الريجن. هتلاقوا التشينج غصبا عننا بسبب الجلوباليزيشن مش هنقدر نمنعه إن هو يوصل لنا، هيوصل لنا ونتأثر بيه. فأحسن طريقة إن احنا نكون مستعدين ليه دايما، ودايما نعرف نتعامل معاه بشكل بوزيتيف وبشكل إن هو يمكننا إن احنا ناخد أعلى بنفيتس ونقلل الويست لا قدر الله لو فيه، ويا ريت لو نمنعها نهائي. تمام؟ في المحاضرة اللي فاتت أنا هتكلم بريفلي كده عنها بسرعة. هي بتتكلم إن الليرنينج والنوليدج مع الاكسبيرينس او اللي هي المعرفه او العلم عموما والبروسيس بتاعته والعمليه بتاعته بتغير في النفس البشريه. النفس البشريه بتتاثر بالمعلومات اللي توصل لها. عموما لما تقابل دكتور جامعه او طبيب او مهندس او مدير زي حضراتكم، هتلاقيه بيتعامل بطريقه مختلفه مع مواقف غير واحد مش متعلم تماما. دايما العلم بيديك طريقه وطريقة تفكير وطريقة رياكشن مختلفة تماما. فدايما learning process بتغير. حتى هنا بيقول the process of acquiring knowledge through experience which leads to change in behavior، بتغير في السلوك البشري. فدايما المعرفة شيء مطلوب جدا عشان ان احنا نحسن ونظبط ونهذب السلوك البشري. تمام؟ واحنا اتكلمنا ان المعرفة حتى لو كانت بسيطة، والتغيير لو مثلا مدير جديد في الشغل طريقة التعامل معاه his like or dislike، الحاجات اللي بيحبها او بيكرهها، بنقدر ان احنا ناخد بالنا منها في ايام بسيطة، ونقدر ان احنا نتعامل معاها ونعمل adaptation عشان خاطر يبقى فيه good communication مع المدير الجديد، ويكون فيه healthy environment او بيئة صالحة للعمل، ويكون positive دايما. تمام؟ واتكلمنا عن التغيير حتى ممكن يكون في عربية. الناس اللي بتشتري عربيات جديدة أو موبايل جديد أو حتى بيت جديد بتتأثر تماما، لأنها بتكون عندها نوع من أنواع هي بانيك أو عندها رهبة في التعامل مع الحاجات الجديدة أو التغيير الجديد، إزاي هي تسيطر عليه ومع الوقت هي تتقبل الإحساس ده، وخطوة خطوة تتعامل معاه لحد ما الإحساس ده يبقى عادي وإن الشيء ده يبقى طبيعي وجوده في حياتها وما بقاش فيه أي مشكلة. تمام؟ واتكلمنا عن الكونشس والانكونشس، العقل الواعي واللاواعي، وازاي ان هما بيتعاملوا مع التغيير، وان ازاي العقل اللاواعي بيلم كل التفاصيل وبيحب ان هو يستخدمها دايما، خصوصا في الاوقات اللي هي uncertain. احنا اتفقنا الانسرتينتي الحاجه الغير مؤكده، وان معظم المواقف حوالينا دلوقتي بتتعامل ان المعلومات اللي معانا مش كاملة، مش مؤكدة، مش مظبوطة، وفي نفس الوقت لازم ناخد قرارات ولازم ناخد decision مهمة وميجر جدا. تمام؟ وكلمنا برضو ان ساعات الواحد ممكن يسوق او ممكن يعمل بروسيس كاملة بالعقل اللاواعي، ان انت ممكن تسوق وانت في شخص جنبك بتكلمه، وهي حاجة طبعا مش كويسة قوي، ان لازم الواحد يكون مركز في طريقه. بس احيانا بتحصل، بتوصل من بيت لبيت من مكان لمكان
من غير ما حتى تكون عارف شكل الطريق قوي، انت ما كنتش مركز، عقلك اللاواعي هو اللي عمل البروسيس بشكل كامل. دي ساعات بتحصل، فعشان كده لازم العقل اللاواعي ده انا اغذيه بمعلومات دايما، لازم اركز ان اتكلم بطريقه بوزيتيف عشان خاطر هو بياخد كل التفاصيل دي ويخزنها جواه ويتعامل بيها. تمام. ساعتها برضو اتكلمنا بريفلي عن كلوب ليرنينج سايكل، وان في 4 انواع من الشخصيات اللي بتتعامل لما بيحصل تغيير، في الاكتيفيتست وفي الريفلكتور وفي الثيوريتيكال وفي البرمجست، اللي هو اول حاجه الشخص النشيط اللي اول ما بيكون في تغيير بيجري عليه وان هو يحاول ياخد كل التفاصيل بتاعته ويشتغل عليها. شخص تاني اللي هو لا انا هستنى لما الناس اللي حواليا تشتغل وابتدي اراقبهم واعمل زيهم، بيقلل مجهوده شويه بس هو برضو متابع. شخص ثيوريتيكال لا انا الشخص اللي انا النظري احب اقرا عن باك جراوند بتاعت الحاجات، سواء سوفت وير او سواء شركه او منتج او تولز، احب اقرا عنها وعن تاريخها عشان افهمها بشكل مظبوط. مش الشخص بقى البراكتيكال في الاخر اللي هو مش هستخدم الحاجه غير وقت محتاجها. تمام. وبعد كده اتكلمنا عن الابروتشز بتاعت التغيير، البيهيفيورال كوجنيتيف، وطبعا ازاي الفرق بينهم. طبعا السلوكي اول حاجة، ازاي انك بتأثر بالسلوك البشري من طريق استخدام الثواب والعقاب، rewarding والpunishment. لو الشخص ده عمل حاجة positive لازم نديله rewarding عشان يحسسه قد ايه هو مميز، وpunishment ان انا لو لا قدر الشخص دوت اضر بالشغل او اثر في شغله لازم اجازيه عن طريق خصومات او عن طريق حتى كلام اقول له انت اثرت، ما ينفعش تاثر لانك بتاثر على مجهود باقي زمايلك، بتوقع الشركة او فلازم يكون في فيدباك زي ما بيقولوا، او لازم يكون في مراجعه سواء بقى ايجابيه او سلبيه حسب طبيعه الشغل. تمام. بتكلم كمان الانتربيوتنج بتاع الشغل اللي بيتاثر جدا بالبانشمنت والريوردنج. اتكلمنا ان ساعتها في كاستمر اورينت، في شركه حابه تطبق كاستمر اورينتد فيسنج، وازاي ان هي اتاثرت وتدربت الاشخاص اللي جواها، وازاي ان هي حسنت البرفورمانس عن طريق التدريب. كل ده بحاول اجري بسرعه عشان ندخل في الكونسبت الجديد اللي هو بتاع التيم، في ري انفورسمنت ستراكشر، ازاي تعزيز الاستراتيجي بتاعي ان انا اعزز عن طريق الفاينانشال، ان انا ادي اللي قدامي مكافاه او بونس او انسنتيف عشان خاطر اقول له برافو ويل دون. وفي ساعات اقول له لا فيدباك، ان انا اقولها له بقي، اقول له احسنت، ابدعت، شغلك كان هايل، شابوه. كل الكلام ده بيأثر في النفس البشرية بشكل ما. في ممكن قوي اقول له بطريقة نيجاتيف، لا انت كنت مقصر في شغلك، انت قصرت في كذا، قصرت في كذا. احيانا بتكون كلام واحيانا بيكون سوشيال. سوشيال ازاي؟ سوشيال ان انا اقدر او ما حد يدخل مكان اقول له الله ده انت الشخص اكتر واحد مجتهد في الشركة، او انت اكتر شخص منظم في الشركة. ده حاجة سوشيال بقى معروف على مستوى المجتمع اللي هو حواليه اذا كان هو كويس منظم او غير كده بطريقة سلبية. تمام. والكوجنيتيف ان هو بيتكلمنا فيه ان ازاي نستخدم السلوك البشري بطريقه اكتر اداريه، بحيث ان انا استخدمها كمدير وان انا ادخلها عندي. تمام. طبعا اتكلمنا عن حته اللي people control their own destinies by believing and acting on the values and beliefs that they hold. دي مقولة حلوة قوي من ميتشيغان، بتقول لك إن الناس تقدر تغير من أقدارها بشكل ما أو تتحسن من أوضاعها بمعنى الحقيقي ليها، إن هي تشتغل وإن هي تؤمن إن هي حاجة مختلفة. الإيمان بالشيء بيديك قوة إنك تعرف توصل. تمام. في التكنيكس بتاعت تشينج، طرق التغيير، اتكلمنا عن بوزيتيف ليسننج، ان الواحد دايما يسمع كلام ايجابي ويسمع نفسه كلام ايجابي عشان العقل اللاواعي يسمعه ويبتدي يشتغل بيه. وفي الافرميشن اللي هي زي كونفرميشن تعزيزات، اقعد اتكلم نفسي دايما انا مجتهد، انا هوصل، انا عاوز ان شاء الله، انا ان شاء الله يحصل كذا. دايما باكد لنفسي حاجات كتير عشان خاطر انا محتاجه ان هي تبقى حقيقيه. وفي فيجواليزيشن، ازاي ان انا اتخيل بصري الحاجه اللي انا محتاجاها، سواء عربيه جديده، مكان جديد، شغل جديد. فده كله بيأثر حتى لو انا بتخيل نفسي بتخرج من الجامعه واني خلاص خلصت كل الستاديز اللي انا شغال فيها. وفي باترن بريكنج، دي الحاجة اللي هي لا أنا ها 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 أنا هوقف كل حاجة سلبية وهبتدي من أول وجديد عشان خاطر الحاجة البوزيتيف
تقدر ان هي تكون موجودة في يومي لو في حاجات سلبية كتير حصلت ورا بعض. تمام. بعد كده اخر حاجة اللي هي ازاي النفس البشرية بتتعامل مع التغيير، denial اول حاجة، تنكر تاني حاجة، anger اللي هي لا انا very angry، خلاص انا غاضب جدا، انا مش موافق على ده. بعد كده bargain، انا بقدر ان انا اساوم، طب انا هعمل نص ده ونص التاني لا. بعد كده بيحصل depression، اكتئاب، احباط، في الاخر بيحصل acceptance لان خلاص بقى امر لا بد منه، فللاسف لازم اعمل لنفسي adaptation واقبل، سواء بقى اسف او لحسن الحظ، it depends حسب الشخصية. تمام. لحد كده احنا عملنا مراجعة كاملة ومراجعة شاملة على المحاضرة اللي فاتت، انا مش عايزاكم تنسوها ابدا، عاوزاها تكون دايما بتفكيركم عشان هي مفيدة فعلا. نبتدي بقى في التيم تشينج. ثانية واحدة. المحاضرة دي خفيفة جميلة، هتعلمنا ازاي نتعامل كتيم وورك بشكل احسن، ازاي نتعامل مع اللي حوالينا سواء زمايلنا او الناس اللي تحت مننا اللي شغالين في الشغل اللي احنا رؤسائهم. ان شاء الله ان شاء الله كلكم تكونوا مديرين وتعرفوا تتعاملوا مع التيمز بشكل outstanding زي ما بيقولوا، اللي هو بشكل رائع. احنا هندرس كده حاجات بريفلي، هي بسيطة، اللي هي الفرق بين الجروب والتيم، the difference between طبعا جروب وتيم، what do you need، لما التيم محتاجين ايه من التيم دوت، محتاجين ال types of organization team، teams وانواعها جوه ال organization بتاعتنا، ازاي ان احنا نبقى نتعامل معاها بطريقة effective، كل التفاصيل دي. طبعا احنا عرفنا ال change management already والمنهج بتاعنا، ندخل على طول في الفرق بين الجروب والتيم. شاين اند بيجنيس 1965 هم قالوا ان الجروب زي suggest that the group any number of people who interact with each other are physically aware of each other and how perceive themselves to be group. الجروب هم مجموعة من البشر اتفقوا ان هم يعملوا حاجة بشكل ما، في إلزام، في إلزام بس مش قوي، يعني المفروض ان الناس دي تعمل حاجة بس مش essential ان هي تعملها، مش mandatory ان هي تعملها. تمام. التيم مورجان at 1986 suggested that the team distinguishable set of two or more individuals that interacts adaptively to achieve specific or shared and value objectives. هو هنا بيتكلم ان الناس واحد أو شخص اثنين أو ثلاثة مميزين معروفين بالاسم، هم فلان وفلان وفلان، بيتعاملوا مع بعض بشكل مختلف من الأتشيف إن هم عاوزين يعملوا specific purpose أو value، إن هم يحققوا حاجة معينة، سواء بقى product service مشروع أيا كان اللي شغالين عليه. هو يعني في ناس حتى في تعريف تاني يقول لك small group of individuals who shared responsibility for outcomes for their organization. المفروض ان الجروب او التيم اللي هم شغالين يكونوا مجموعه من البشر بيعملوا sharing the responsibility، هم بيقسموا المسؤوليه. مثلا عاوزين نبني عماره، انت هتعمل الديزاين، انا هجيب الماتيريال، فلان هيبتدي في الحفر، هنقسم ونوزع المسؤوليات بيننا وبين بعض عشان خاطر نعمل التارجت بتاعنا. في تارجت في الشركه جديد، مثلا هننزل سوفت وير جديد، انت حضرتك هتدرب العمال، انت هتجيب الماشين، سيادتك هتروح تعمل تاخد سيرتيفيكيشن على السوفت وير ده. ففي تقسيم، بس يعني في شيرنج للريسبونسابيلتي، المسؤوليه بتتقسم وتتجزأ لحاجات كتير عشان خاطر ان هي تبقى دان في وقت معين او في الديدلاين بتاعها. تمام. الفرق بقى بين الجروب والتيمز، عشان دي فيها كلام كتير إداريا هما دخلوا في تفاصيل كتير جدا، ازاي تقدر تفرق بين الجروب المجموعة والتيم فريق. يعني بالعربي الفرق مش واضح قوي، حتى بالانجليش يعني في ناس بتتلخبط بينهم. تعالوا نشوف الفرق. مني الجروب ملهوش سايز محدد، مفيش حاجة محددة، ممكن يبقى واحد، ممكن يبقى يعني واحد أو اتنين، ممكن يبقى تلاتة أربعة، ممكن يبقى 1000 2000 مليون أو حتى 10 مليون. التيم لا استريكتد، انا عندي حاجه دوكيومنتد، انا عندي فريق القسم بتاعي فيه 30، هما 30 التيم بتوعي،
القسم بتاعي فيه 50، هما حاجة عدد محدد، عدد defined، تمام، determined. فالجروب مش محدد، لا ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 1000، ممكن يبقى مليون، ومش شرط يكون رقم معين. الجروب عندهم common interest، عندهم حاجة مشتركة، هدف مشترك. التانيين عندهم objectives، أهداف. التيم عنده objectives، هدف هحققه، حاجة منظمة، حاجة واضحة، حاجة ليها action plan، ليها vision، ليها mission، ليها حاجات تفاصيل كتير مكتوبة، تمام. في الجروب sense of being part of something seen as part as being part of something، يعني أنا إحساس إن أنا منتمية لحاجة، أنا في انتماء، مثلا بشجع فريق كورة معين، سواء بقى عندنا في الميدل ايست او في اوروبا، بشجع ليفربول، ريال مدريد، في عاملين جروب، عاملين رابطه عشان خاطر نشجعهم، في حاجه بتجمعنا. بس الحاجه دي كوميتمنت، عندنا التزام بيها، لا مش قوي، ممكن قوي قوي ما احضرش ماتش، ممكن اسيب الكوره خالص عادي، ما عنديش مشكله، مش هتاثر بشكل يضر، تمام. اما بقى التيم انتراكشن بتوين ممبرز to accomplish individual and group goals، هنا بقى لا، هنتكلم في شغل، حاجه سيريس، حتى لو تطوعية بس حاجة سيريس، احنا لازم نحقق أهداف معينة، لازم في جولز محطوطة لازم نعملها، وإلا هنخسر، تمام. الجروب انت المفروض شغال على قد ما تقدر، مش الدنيا تمام. في التيم لا، انا عندي التزام، ما عنديش ان انا اقدر اقول لا انا النهارده مش هشتغل، النهارده مش رايح الشغل بتاعي واسيبه يقع عادي، it's not an option، لا لازم، تمام. الجروب may have no responsibility other than seen of belonging of belonging to the group، يعني هنا ممكن قوي اكون موجوده في جروب وما عنديش responsibility، زي ما قلنا رابطه تشجيع نادي معين، هو ما عندوش اي مسؤوليه خالص، ممكن قوي يكون موجود بس مش مسؤول عن حاجه عادي، لا التيم الناحيه التانيه لا لازم responsibility، هتتقسم على الجميع، مفيش اشخاص هتقعد شغاله واشخاص ما مش هتعمل حاجة، مش موجود النمط ده من التيمز، حتى لو موجود هيقع، لأن ده مش طبيعي في التيمز. التيمز لازم تقسم المسؤوليات بتاعتها بشكل صح. هنا بيقول إن الجروب may have no accountability other than contractual ones، لو ما فيش contracts موجود في الجروب، ممكن قوي قوي ما يبقاش فيه أي التزام نهائي، لازم يكون فيه عقد. طبعا في التيم ما فيش اوبشن في الموضوع ده، تمام. بعد كده بنكمل how why we need the team، ليه بنحتاج التيم بتاعنا، بنحتاجه عشان خاطر حاجات كتير قوي، بس التيم عموما موجود في الشغل بتاعنا دي، موجود علشان خاطر ان انا اقدر احقق حاجات، لأن العقل البشري مهما كان قوي ومهما كان الجسم والبدنيا عالي جدا، هو مش هيقدر يعمل شغله من غير ما يكون لا أنا هقدر إن أنا أحدد أو إن أنا أظبط أو إن أنا أعمل غير بجروب كبير من البشر، مش هقدر أبني برج خليفة من غير ما يكون عندي آلاف العمال، مش هقدر أعمل توسعة في الحرمين الشريفين من غير ما يكون عندي آلاف الأفكار والمهندسين والعمال والناس اللي ديديكيتد، ناس مهتمة وناس بتعمل، يعني في شغل كبير بيحصل، لازم يكون في تيمز، في جروبس، وفي في ناس كتير مجتمعة، في تخصصات مختلفة عشان تقدر تديني المهمة دي. Why we should work together as a team? Simplest answer because the work. احنا محتاجين الشغل، محتاجين العمل ده، محتاجين ان الدولة تعلى، محتاجين المصانع تشتغل، محتاجين الترانسبورتيشن تكون شكلها احسن، محتاجين الناس في المستشفيات تخف وتبقى صحتها احسن، فلازم اقوي واجيب الاطباء والممرضين والسيستم كله عشان خاطر ان هم يبتدوا ان هم يساعدوا الناس ان هي تخف بسرعة. في حاجات كتير قوي في حياتنا اسينشال، مش لازم بس مباني، ممكن مستشفيات، ممكن مدارس، ممكن بوليس، الأمن في البلد، في حاجات كتير قوي احنا محتاجينها واسينشال، فعشان كده بيتعمل التيم، لأن من غير التيم، من غير التجمع، من غير ان انا اقدر ان انا اجمع ناس كتير في تخصص واحد اطلب منهم هدف، مش فيش حاجة تتحقق، مش هيبقى في أمن في الشارع مثلا، مش هيبقى في مدرسين في المدارس، مش هيبقى في
حاجات كتير احنا بنحتاجها، يعني حاجات حتى بسيطة، يعني ممكن حتى النظافة بتاعت الشارع من غير الناس، بتاعت الناس البسيطة جدا الجميلة اللي بتنظف لنا الشوارع، من غيرهم الشارع يبقى شكله وحش. ممكن يأثر على طرق السير، ممكن يعمل مشاكل كبيرة، يأثر على صحتنا، ان في حاجات ممكن تطلع روائح او حاجة تضايقنا بشكل ما. فمهما كانت الوظيفة سيمبل بسيطة بس مهمة، هتلاقيها بتدي امباكت بشكل ما مهمة جدا وبتأثر علينا. فلازم ان احنا نعمل تيمز، ولازم ان احنا نشتغل بشكل منظم، عشان البشر لما بيشتغلوا بشكل منظم بيدوا نتائج عظيمة. ده دايما اللي بيحصل، حتى ابسط مثال اليابان اللي هي قامت من حرب عالمية تانية كانت تقريبا مدمرة تماما، وما فيش اي حتى فرصة ان هي تكون دولة. اليابان فضلت ان هي قدرت تبني نفسها وتطلع من تحت لفوق عشان تنافس امريكا USA في المنتجات بتاعتها، وتعلى عنها كمان خصوصا في صناعة الاوتوموتيف. اليابان كانت متطورة اكتر من امريكا اللي عملت الديزاين والمواصفات. ليه؟ عشان التيمز هناك بيشتغلوا بشكل اكيور، بشكل منظم، بشكل قوي. ما فيش هزار، وحتى التولرانس يعني الحدود بتاعتهم، مثلا بدل ما انا اشتغل في ماتيريال مثلا نوعها كذا وكذا بس، لا انا هشتغل في حاجه واحده وهبقى ستريكتد، هبقى شديد معاها، ومش هخرج البرودكت او المنتج بتاعي غير بديزاين معين عشان العميل يبقى راضي ويحب ياخد منتجاتي انا مش منتجات امريكا. ده اللي عملته اليابان، وده اللي نجحت فيه جدا. يعني في فتره اليابان حرفيا سيطرت على كل اسواقنا، وكانت هي حاجتها نمبر 1 بغض النظر امريكا موجوده او لا، ما كانش اهمها. هي فعلا نزحت عرش امريكا والمنتجات الامريكيه لفتره عشان خاطر تبقى موجوده بقوه. ولحد دلوقتي انستال مثلا تويوتا او منتجات اليابانيه عموما موجوده، ولو استخدمتها هتلاقيها فعلا فعلا بكواليتي كويس. ليه؟ عشان التيم وورك هناك مختلف عن التيم ووركس بتاعت مثلا USA. هناك مش منظمين قوي زي اليابانيين، اليابانيين منظمين اكتر. تمام؟ فالتيمز بتأثر، والتيم وورك لما يكون بيحب بعضه بيأثر، والتيم وورك لما يكون حاسس بمسؤولية مجتمعية ان انا عاوز احسن من الشركة بتاعتي، عاوز احسن من الوظيفة بتاعتي، من الدولة بتاعتي، وان انا ببني فيها ودي حاجتي انا، فده بيأثر. فلازم كلنا ان احنا ناخد بالنا من حتة اللي هي التيمز. لما انت يكون رئيس قسم كبير وعندك ناس تحت ايدك، لا ده الاسد بتاعك، ده زي ما بيقولوا اسد، يعني الأساس بتاعك، ده الانفستمنت الحقيقي اللي هيخليك تعمل الشغل بتاعك بأحسن كواليتي بأقل ويست، وتعلي فيه أكتر وأكتر. تمام؟ طبعا خلينا متفقين إن الوضع كل ما كان uncertain، نرجع تاني uncertainty، عارفة الكلمة دي شوية مش واضحة، أقعد أعيدها وأزيدها لحد ما تبقى حافظينها. uncertainty غير مؤكد. لما يكون الوضع اللي أنتوا فيه غير مؤكد، مثلا واحد يبني عمارة عادية خالص غير مؤسسة بتبني محطة طاقة نووية، ده بنا وده بنا، ده مشروع وده مشروع، ده مبنى وده مبنى، بس الانسرتينتي في محطة الطاقة النووية مرعب. يعني لا قدر الله حصل حاجة زي بتاعة تشارنوبل في أوكرانيا، كانت كارثة إن هما بنوا المفاعل النووي بطريقة مختلفة أو بطريقة مش مظبوطة، ما سببتش إن المية تدخل على المفاعل النووي في توقيت معين عشان تبرده، حصل انفجار. وده uncertain، هو غير مؤكد، وتعامل معاه بطريقة مش بروفيشنال أو مش بالطريقة الكافية للسيفتي. فاللي حصل فيه إيه؟ أوكرانيا فضلت أكتر من 20 30 سنة جزء منها، ولحد اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها متدمر أو مقفول، كل اللي فيه اتدمر، لأن خلاص التفاعل النووي بهدل الدنيا في التوقيت ده، وحتى أي أكل أي شرب اي هواء بيجي من ناحيه المنطقه دي بيبقى ملوث. فالانسرتينتي حاجه مهمه جدا، ولازم نتعامل معاها بطريقه تليق بالخطر اللي هو المفروض فيه. يعني مثلا لو في حاجه هتاثر على صحه الانسان، دي انسرتين على طول اتعامل معاها ان هي حاجه ريسكي، حاجه خطر. لو اتعاملت على صحه بشر خصوصا للمجتمع، او كل ما نسبه الخطر عليت عندي، الانسرتينتي هتعلى، الشغل بتاعي لازم يكون اضعاف. بدل ما ابني العماره انا عملت ديزاين لطيف وعندي الارض والماتيريالز، ابنيها في خلال 2 3 6 شهور مثلا لو كانت برد، لا انا في المفاعل النووي انا ممكن اقعد 10 سنين بس بعمل لك بلانز وعمل لك مابس خطط وورق وبس، 10 سنين. وبتحصل في دول كتير جدا.
عشان ليه؟ عشان الموضوع خطر، الموضوع مش سهل، الموضوع لو ما اتدرسش بشكل صح الامباكت بتاعه بدل ما يكون فيري بوزيتيف ويديني طاقة وطاقة رخيصة ومش ملوثة للبيئة وي 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 وي، لا هتقلب لعنة بدل ما كانت تاني حاجة بصرف عليها عشان تجيب لي بوزيتيف قلبت لعنة. ليه؟ عشان ما عملتلهاش دراسة مظبوطة. فالحاجات اللي هي بتأثر على صحة الإنسان، حاجة جديدة، حاجة السيفتي بتاعها محتاج تركيز، دي uncertain. فهنا الناس العمال اللي بيشتغلوا بقى، ليه بنتكلم في الحته دي، التيمز اللي بتشتغل في الحاجات البروجكتس العاديه مش هي نفس التيمز اللي هتشتغل ان هي تبني لي مثلا مستشفى لعلاج سرطان الاطفال مثلا، ربنا يعافيهم يا رب ويعافي كل المريض، غير لما تشتغل في ان انا ابني مثلا محطه طاقه نوويه، ده غير ده، هو نفس المبنى، هو نفس الحاجات، بس محطه الطاقه النوويه دي انا حاطط فيها مليارات وحاطط فيها ريسيرش وجايب علماء من اهم الموجودين في المجال وي وي وي، بصرف عليهم ومكلف كتير جدا جدا جدا، فمش مش بعد ما اعمل كل ده هبني لهم مبنى يتهدي بيهم مثلا، او مبنى ما يكونش صالح للاستخدام فيتعبوا فيسيبوا لي الشغل ويمشوا وابقى خسرت. فالانسرتينتي ليها اشكال كتير وليها تفاصيل كتير لازم اتعامل معاها بشكل نكون نقول ايه منظم اكتر، وبشكل ممكن نقول في دراسة أعمق ودراسة أعلى، بحيث إن أنا أقدر إن أنا لا يا جماعة أنا خدت الدراسة بتاعتي الكافية وقدرت التيم بتاعي اللي هو very sophisticated، فريق عالي جدا طبعا، كل ما عليه التعليم بتاع الفريق بتاعي، بدل ما أجيب technicians أجيب engineers، بدل ما أجيب فنيين أجيب مهندسين، وعلى جامد وأكتر وأكتر وأكتر، إيه اللي يحصل؟ الدنيا تتظبط عندي والدنيا هتبقى أحسن. فأنا دايما هي أي نعم التكلفة هتبقى أعلى، بس في نفس الوقت هاخد الاوتكم اللي انا عاوزاه، خصوصا لو بشتغل في حاجه سنسيتيف، حاجه حساسه ما ينفعش فيها هزار. مثلا في توسعه الحرمين الشريفين كان بيتكلم ان في ناس بتطوف، ناس بتصلي وبتعبد ربنا والادوات شغاله جنبها، فلازم اتعامل بمنتهى الحرص منتهى الذكاء ان انا كنترول كل دي عمليه مش سهله ابدا، ان هم عملوها ده انجاز، فعشان ادي الانجاز ده لازم يكون الفريق اللي شغال معايا فعلا فريق عادي، مش فريق عادي، فريق متميز، فريق قوي. فدايما كل ما الموضوع بتاعك اخطر، كل ما انت لازم تكون الفريق اللي شغال تحت ايدك الليفل بتاعه اعلى. تمام. The type of organization teams، التايبس بقى بتاعت الاورجانيزيشن. تمام. اول حاجة تيم وورك، a work team. Work team are usually part of the normal hierarchical structure of an organization. This means that one person manages a group of individuals, that the person responsible for delivering a practical product or service easier, the customer, or another part of organization. Their agenda normally focused on the maintenance and the management of what it is, or what is. هنا بنتكلم ورك تيم، شخص موجود لو المدير، مدير عام، مدير الحسابات، مدير الصيانة، مدير أيا كان، مدير هو مدير إيه، بيمانج أو بيدير مجموعة من البشر، مجموعة من الشخصيات الموجودة تحت إيده. ليه؟ عشان خاطر يدي برودكت، سيرفيس، ريزلتس، يخلص مشروع، في حاجة بيعمل، هدف بيعمل، هدف ده إيه حسب طبيعة الشركة اللي هو شغال فيها. طبعا كل ده عشان في الاخر نديك الكاستمر، كاستمر العميل ده يكون بقى شركة تانية بتاخد مني، العميل ده مؤسسة حكومية، العميل ده عميل فعلا حقيقي، العميل ده قسم تاني بياخد مني البرودكتس عشان يكمل عليها، الديبنس حسب العميل بتاعي نوعه، حسب طبيعة موقفي في الشركة. تمام. هو غالبا بيركز على الايه، مينتننس، صيانة، لازم المينتننس للماشينز مثلا، المكن اللي تحت ايدي يكون مظبوط شغال 100%، مينتننس للسبلايرز، لازم يكون عندي سبلايرز علاقاتي معاهم يبقى فيها مينتنس، صيانة، لو في حاجة فيها مشكلة أغيره أو أجيب حد تاني أو أصلح المشكلة دي، مينتنس حتى للناس الموجودة، هي مش بتبقى الماشينز بس، إن أنا أجيب الفريق بتاعي يلا يا جماعة تاخدوا تدريب، أنا عاوز أعمل أبديت للفكر بتاعكم، عاوز أظبط، عاوز أغير، ولو حد مش ماتشنج مع الفريق بتاعي أغيره، أغيره أو أوديه قسم تاني أو أخليه يعمل مهمة تانية، أبعده عن الفريق عشان ما يقللش من مستواه. تمام. الواحد بيحاول مع الشخصيات مرة واثنين وثلاثة، تالت مرة لما تلاقي الشخص اللي قدامك مش مستجيب، ما بيسمعش الكلام، أهو قدراته
كده ما ينفعش يديك اكتر من كده، فانت بتعمل ايه؟ يا اما بتوديه مكان تاني اقل، او بتخرجه بالجروب بشكل ما، او من التيم بتاعك بشكل ما. تمام. طبعا مينتلس مهم، والمانجمنت طول الوقت بدير بقى سبلاي تشين شغاله معايا، برودكت بروتكشن موجود، او سيرفيس بتتقدم للعميل، في حاجه في بروجرس بيحصل بشكل ما، ومفروض ان في مدير بيدير تيم كامل عشان خاطر ان هو يحققوا احسن ريزلت. تمام. في بروجكت تيم، بروجكت تيمز ار ذا تيمز ذات ار formed for a specific purpose completing a project. هم موجودين ليه؟ عشان يخلصوا المشروع. المشروع دوت ليه بداية، ليه time limited، ليه نهاية، ليه time budget. budget بتاعتي أنا مثلا 1,000,000 ريال، حلو أوي، مش هينفع أعديها، ولو عديتها لازم أخد approval من كذا مدير والأونر والكاستمر، في هدخل في cycle وهصل كتير. فمن البداية بتفق إن أنا يا جماعة عشان أبني العمارة دي، عشان اخلص البروجكت، عشان اديكم مثلا حتى المنتج زراعي، ان انا ازرع وادي الزراعه دي مثلا محتاجه 8 شهور، محتاجه ارض منها كذا، محتاجه 10 مليون ريال، ومحتاجه مش عارفه 1,000 عامل او 1,000 مزارع، فاخدهم اعمل البروجكت بتاعي، اطلع البرودكتس اللي هو الزرع واغلفه واوديه للكاستمر بتاعي. ده كده بروجكت، دي حاجه بس دي تايم ليميتد، انا حددته من الاول واشتغلت عليه، عديته، ممكن ان هو الشخص التاني ده قديم يدخل لا انت ضريتني، فاروح للقضاء، القضاء ده بقى يحكمني بالتعويض، يحكمني يقول لي لا العقد ما ينصش على كذا، في عقوبات هتحصل لو عديت التوقيت بتاعي او البادجت طالما مفيش اتفاق مسبق، ممكن تحصل. فلازم الواحد يكون فوكس جدا، لازم يشوف كلير اوبجيكتيف بتاعته ايه ويحققها، هما بيحافظ هو اكسترنال كلاينت او ممكن يكون انترنال كلاينت، في ممكن يكون عميل زي ما قلنا خارجي او داخلي في الشركه بتاعتي، الديبنس حسب البروجكت وطبيعته، كل ده بيحدده مين؟ البروجكت مانجر. البروجكت مانجر ده شخصيه بسميه دايما ليدر، قائد، انه بيدير حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت بيكوردينيت وينسق وبيتفق مع عميل مليون حاجه في وقت واحد عشان خاطر في الاخر يديك الريزلت بتاعت البروجكت بتاعك. في بعد كده ماتريكس تيم، ماتريكس تيم generally occur in the organizations that are run long project lines. لو عندي project complicated، يعني حاجة مش هتاخد سنة واتنين وخلاص، لا حاجة هتاخد وقت طويل، فلوس كتير، عمالة ضخمة، ممكن تأثر على حياة الناس. دايما بتكلم أي project بيمس صحة البشر، حياتهم، الأمن بتاعهم، ده كريتيكال، ده نتعامل معاه بطريقة مختلفة، ده نركز فيه كويس جدا، لأن يعني في الأول وفي الآخر أولا لو لا قدر الله تعاملت معاه باستهتار ممكن يحصل محاسبة قانونية تدمر الشركة بتاعتك، ده أولا من ناحية قانونية. من ناحية الإيثيك، لا ما أكيد مش هحب إن أنا أدور الشخص، يعني الواحد هيتحاسب حتى يعني لو ما فيش قانون، لا هو هيتحاسب بينه وبين نفسه، أنت أضريت شخص ما تعرفوش ليه، أذيته. فالواحد في الحاجات الكومبليكيتد والحاجات اللي بتتعامل فيها مع بشر لازم يكون حريص لأقصى درجة إن هي الحاجة دي تحصل بأحسن شكل عشان ما تأذيش أي شخص، حتى لو الشخص ده أنا مش عارفاه أو ماليش علاقة بيه. في الأول وفي الآخر المسؤولية عليا، مسؤولية بقى أخلاقية، مسؤولية مجتمعية، مسؤولية قانونية، حتى لو ما فيش أي حاجة الواحد بينه وبين نفسه لازم يراعي ربنا في شغله. تمام. فالماتريكس دي مثلا زي نقول زي إيه؟ زي مثلا ايروسبيس، طيارات، انا مثلا كل يوم بيصير 1,000 طيارة من مطار جدة، و2,000 طيارة مش عارفة منين، و1,000 ايه، ناس كتير طالعة نازلة، لو في مشكلة في طيارة لا قدر الله وأضرت، لا دي مصيبة سودة، دي ما فيهاش هزار، الناس اللي هنا دي خلاص راحت. فلازم الواحد لازم كويس قوي قوي قوي، وبيتعامل مع الطيران تعمل بحرص، دي صناعة ما فيهاش هزار، هما في السماء، فلو حصلت مشكلة وهما في السماء تبقى مصيبة، يعني مش هيقدروا يلحقوها، مش هيقدر يعمل، يعني مش زي العربية، العربية ممكن شوية لو قدر الله حصل حاجة تقدر انت تلحقها، تركن على جنب، تنزل الناس بسرعة، تتصرف، لكن الطيارة موضوع essential. تمام. ايه تاني ممكن يكون critical وبيحتاج ماتريكس تيم؟ الديفنس، دفاع بقى مثلا دولة، اي دولة محتاج ان يكون فيها جيش او حاجة بتدافع عنها، فالمؤسسة دي بتتعامل مع اسلحة، بتتعامل مع خطط، بتتعامل مع أعداء، يعني كل دولة ليها أعداء، فإزاي أنا أقدر أحافظ على الدولة بتاعتي إن هي تكون
الأسلحة بتاعتها منظمة، موجودة، مستعدة لأي حرب لا قدر الله. أقدر أحمي دولتي في أي ثانية، أي عدو جاي لي لا أنا هوقفه عند حده، وأتعامل مع الأسلحة بطريقة بروفيشنال. مثلا يعني مش عارفة ممكن أقول لا، بس لو في حرب أمريكا، في حرب أوكرانيا وروسيا، ساعات كانوا بيخزنوا الأسلحة بطريقة مش منظمة، بطريقة نقول هي كوميدية أكتر، إن هو سايب الأسلحة في وسط أماكن، فمع الوقت العدو شافها فضرب الأسلحة بتاعتي بالمكان بتاعي، فدي كانت مصيبة. فما تعملش بحرص مع الأسلحة بتاعته يعني بيحصل ما بين روسيا وأوكرانيا لو دققت، دي مصيبة كبيرة جدا. إزاي الواحد يعمل كده؟ إزاي الواحد ما يتعامل باستهتار مع أسلحة؟ دي تضيع أرواح وتضيع أماكن وتضيع دول، فالواحد لازم يكون بيتعامل بحرص جامد جدا. طبعا الأويل إندستري، الأويل إندستري دي صناعة هي العمود الفقري للعالم، ما فيهاش هزار. لحد اللحظة دي مفيش حاجة تقدر تعمل ريبليسنج للأويل أو للبنزين لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها. لا، مهما كانت الطاقة النووية هي خطر جدا. فإزاي إن أنا أتعامل مع حاجة عمود فقري للعالم لو لا قدر الله مثلا السعودية طلعت في يوم قالت لك أنا وقفت إنتاج، دي مصيبة على العالم مثلا، أو حصل مشكلة مصيبة. فإن شاء الله يعني الواحد هو بيتعامل مع صناعة مهمة، عمود فقري للصناعات كامل، محدش يقدر يستغنى عنه، مفيش يوم تقدر تستغنى عن الموضوع ده، أو مفيش مصنع يقدر يشتغل من غير أويل. ده دي حاجة اسينشال جدا، إن أنا أتعامل معاهم، أتعامل معاهم بحرص، بذكاء، قادرها بحيث إن تديني أعلى بنفيتس، أعلى فوايد ليا، حاجة تكسبني، وفي نفس الوقت أفيد اللي حواليا وأحسن من صناعته. تمام. فالصناعات الكتيرة التقيلة جدا اللي بتأثر، سواء بقى بتأثر ان انا بتاثر على حياه البشر بشكل عام، او على الصناعات والحاجات بشكل قوي زي مثلا الاويل، لازم اتعامل معاها بطريقه مختلفه، والتيم اللي يكون شغال فيها يكون تيم مختلف. يعني مثلا الطيار او المهندس اللي شغال في الطيران بياخد سالري او راتب اعلى بكتير من مهندس شغال في موقع عادي. المهندس اللي شغال في الجيش او وزاره الدفاع بياخد مرتب ومميزات كتير علشان خاطر هو مسؤوليته اكبر. المهندس اللي شغال في الصحراء وفي الفاير والبترول مرتبه اكيد اضعاف مرتب مهندس قاعد في التكييف في حته ما في اوفيس، ما مش شغال في حاجه صعبه زي دي. فكل ما كانت المهمه اصعب، كل ما كان لازم الريورنج يبقى احسن، كافئه بشكل كبير، واتعامل مع الموضوع بحرص، والشخصيه اللي تكون موجوده تكون مميزه، مش شخص عادي، مش مهندس عادي، لازم مهندس متدرب صح، شخصيته قويه ويعرف يتعامل في كل المواقف الصعبه. virtual team increasing globalization and developments in use of new technology means that, that teams are not necessary collocated to anymore. لو رجعنا كده بالذاكرة كام سنة لورا، نفتكر وقت الكورونا، وقت الكورونا معظم الميتينجز يعني around 80% 80% منها كانت بتتعمل عن طريق زوم، مايكروسوفت، عن طريق أي حاجة، أي آب أيا كان إيه هو، عشان خاطر يعملوا ميتينجز. ما كانش حد بيقدر يقعد قدام التليفون، مستحيل، وإلا الفيروس كان هينتشر بشكل أقوى وأسوأ. فالواحد اتعلم في التوقيت ده ان هو يعني كان مرغم ان هو يعمل ميتنجز بالطريقه دي. هم هنا بيتكلموا ان الجروبس مش شرط، او سوري يعني التيم، حاولوا تفتكروا دايما التيم مش شرط ان هو يكون موجود في نفس المكان، ممكن قوي يعملها اونلاين ويتم نفس الشغل. ودي برضو ادت ميزه، يعني بيني وبينك ادت ميزه حلوه قوي، لو انت مثلا عندك مهندس في امريكا، مهندس في المانيا، مهندس اتنين مهندسين في السعوديه، ومهندس مش عارف في اليابان، فانت عشان تجمعهم كلهم مستحيل، محدش هيرضى يجي لك اصلا. فلو الجروب او التيم دوت كله التيم مميز، وانت عاوزهم كلهم يشتغلوا، انت عاوزهم حقيقي كلهم في البروجكت بتاعك، فانت ممكن تعمله فيرتشوال، تخليهم كلهم يجتمعوا اونلاين، كل واحد يدي الريبورتس بتاعته والتقارير والشغل يتم وكل حاجه، وهم قاعدين في مكانهم. اولا انت ما تكلفتش طيران، ما تكلفتش اقامه، ما تكلفتش اكومديشنز ولا فنادق، ما تكلفتش الاونس وفلوس ايه عشان يرضوا يجوا لك. طبعا البادجت هتقل جدا، هتاخد نفس الاوت كوم، لان هم كده كده نفس المهندسين اللي انت عاوزهم، او نفس الساينتفك بيبل اللي انت عاوزهم، فهم هم نفس الاشخاص، فهيدوك نفس الكواليتي فبأقل تكلفة. في ده إنجاز. طبعا التليكوميونيكيشنز والأبس الموجودة هي مهمة جدا جدا، وإن إحنا نعرف نستخدمها لصالحنا دايما، نستخدم التكنولوجي ده
achievement، ده إنجاز لازم على طول نفضل موجودين فيه. management team، management team limited responsible of overall performance of the business unit. خلينا متفقين ان البنجمان تيم هو مش بينتج قوي على قد ما هو بيدير، بيدير ايه؟ بيدير الشركة، مؤسسة، بروجكت، حتى يعني بيدير حاجة، كيان زي ما بيقولوا، عشان يحقق specific goal specific objective، بيحقق حاجة معينة، بيحقق تفاصيل معينة. فان هو اكتر ان هو بيحقق organization goals، organization targets، من خلال بقى من خلال بلانز، من خلال بروسيس. فالمانجمنت، فريق الإدارة، هو معمول مش عشان خاطر ينتج أو يدي سيرفيس، على قد ما هو يدير مؤسسة كبيرة وزي يخليها تدي أعلى أوتكم أو أعلى، نقول إيه، أعلى مخرجات اللي أنا متوقعها. تمام، في تشينج تيم، وده الأحب لقلبي طبعا عشان هنتكلم على تشينج والتغيير، صح؟ Change team are often formed within organization when planned or unplanned change of scientific significant sorry of significant preparation is necessary. لما التغيير يكون إجباري لازم يكون change team ده يدخل. طب إيه change team؟ في مؤسسات ضخمة جدا مثلا زي ناسا أو حاجة حكومية ضخمة جدا جدا جدا، فإن أنا أقدر إن أنا أعمل change أو تغيير جواها، التغيير نفسه محتاج فريق كامل عشان خاطر يغير. مثلا ندخل تكنولوجيا جديدة في الدولة بتاعتنا أو في المؤسسة بتاعتنا، فالتكنولوجيا دي هتحتاج فريق ضخم يجمع كده بينه وبين بعضه، وأولا يجيبوا ناس سوفت ويرز، ناس انجينيرز، ناس بروجرامرز، وناس بتدي تريننج، وناس بتظبط السيستم عشان ما يقعش. هيبقى في فريق، في خلية نحل كبيرة شغالة عشان تطبق التشينج ده. ده في المؤسسات الضخمة جدا. في المؤسسات الأقل شوية ممكن يكون فريق الإدارة هو هو فريق التغيير، وارد جدا طالما أقدر أدير وأغير بشكل في نفس الوقت أعملها، أوفر فلوس طبعا. فتوفير الفلوس على فكرة للأونرز، أنتوا هتعرفوا لما تشتغلوا بشكل كبير كمان وأكتر وأكتر، ده أساسي. وكل ما تقول له توفير فلوس هو هيحبك جدا. بس أنت حاول إن أنت وأنت بتوفر فلوس إن أنت برضو يكون عندك مينتاليتي إنك تكسب. لما تكسبه اكتر ده هيبقى احسن من ان انت تقعد توفر بس. تمام، how do we improve the team effectiveness؟ ازاي نأثر على التيم؟ الكفاءة بتاعته بتأثر ازاي؟ اول حاجة، في كذا حاجة، في 4 حاجات. time mission، team mission sorry، team mission يعني ان انا المهمة بتاعتي ايه، البلان بتاعتي ايه، الجول بتاعي. مثلا انا جيت قلت ان انا الميشن بتاعتي، المهمه بتاعتي ان انا ابني مركبه فضاء عشان اكون اول دوله عربيه تطلع مركبه فضاء ديت للسبيس او للقمر او المريخ، ايا كان المكان رايح فيه. البلان ايه؟ البلان ان انا اجمع كل الناس المسؤولين عن الفضاء مهتمين بيه بيشتغلوا فيه، واحط سيتنج بقى، احط بلانز، هنعمل كذا ونعمل كذا، ونبني الاول المكان وبعد كده نحط بلانز، ونجرب وندرب رواد فضاء ومش عارفه ايه، والمكوك الفضائي والحاجات بتاعت الفضاء مثلا طبعا. والتيم رولز، انا اول حاجه لازم اسمي البروجكت مانجر بتاعي او التيم مانجر بتاعي، لازم يكون في هيد. اول حاجه الهيد ده مسؤول ان يجيب لي اشخاص تحت ويختارهم بشكل ما عشان خاطر يعمل هارموني ويخرج لي اللي انا عايزاه. وممكن انا اللي اقول له في فلان وفلان وفلان هيساعدوك، وحضرتك هتديرهم علشان خاطر تديني الاوت كام بتاعي. تمام، في التيم اوبريتنج بروسيس او بروسيسز، طبعا احنا خلاص حددنا كل حاجه، عملنا بلانز، بنينا المبنى، ظبطنا كل حاجه، لازم بقى بروسيس تشتغل في المكان. فابتدي بقى ان انا ادخل الاوبريشنز، الناس اللي بتشتغل في الاوبريشنز دول مهمين جدا ما فيهمش هزار. فان انا اقدر ادخلهم بكفاءه وان هم يشتغلوا على طول يدوني بروجرس، دي حاجه حلوه جدا، وده اللي انا عاوزاه، ده الهدف الاساسي اصلا من البروجكت بتاعي او التيم اللي انا، الهدف اللي انا عاوزاه من التيم اللي شغال. طبعا الريليشن شيبس جوه التيم مهمه جدا، لازم يكون يعني مثلا جبت بروجكت او تيم مانجر، تيم كامل وجبت لهم مانجر، المانجر ده عظيم، عمل انجازات، عنده سي في هايل، والراجل جاي لنا من امريكا باكسبيرينس فظيعه، بس الراجل ده ما بيعرفش يتعامل مع عرب، ما بيعرفش يتعامل مع المينتاليتيز اللي تحت ايده، ما بيفهمش الطبيعه البشريه، طف معاهم، بيتعامل بطريقه شديده، ناس كرهته فمش حابه تشتغل معاه، فالشغل بيقع.
ما استفدتش حاجة بالاكسبيرينس بتاعته، ما استفدتش أي حاجة بالحاجات بتاعته نهائي. فالحل إيه؟ حل لازم تجيب واحد ذكي اجتماعيا. المدير الذكي مش بس بيعرف يدير الماشينز والسبلاي تشين ومش عارف ايه، ده تكنيكال هايل، بس تعامل البشر اصعب بكتير من ده. انك تعرف تتعامل معاه ده موهبة، ومحتاج خبرة ومحتاج صبر انك تتعامل مع البشر. الطبيعة البشرية صعبة انك تديرها، مش ماشين، مش هتحط له البروجرامينج والكودينج بتاعه وتديله كهرباء وانترنت وتسيبه يشتغل. لا، الطبيعة البشرية مختلفة، الطبيعة البشرية محتاجة تشجيع، محتاجة تقويم، تهذيب، محتاجة معاملات يومية، وإنك تقعد تفهم وتعمل، مش هتعرف تستغنى عنه. فالمدير الذكي اللي عنده تيم بيعرف يستخدمه دايما لصالحه، ويخليه دايما يحبه بشكل ما، مش حب حب بس، اللي هو ما يكونش فيه عداوة في الشغل. العداوة دايما هتسبب مشاكل، العداوة هتعمل مشاحنات، هتعمل حاجات ضد دايما. فالواحد لازم ان هو يأفويد او يحاول يبعد قدر الامكان عن المشاكل، عن المشاحنات، و يعمل ريليشن شيبس قويه، يبقى في هيلثي انفايرمنت، في بيئه صحيه، في حاجه صحيه، عشان خاطر ان انا اقدر ادي اكتر واكتر، علشان خاطر التيم بتاعي الاوتكم بتاعه يظهر باحسن صوره، واخد احسن شغل، ويكون في التايمنج مظبوط وفي البادجت مظبوط. كل ده مش هيجي غير بالتشجيع والمعاملة الحسنة للبشر عموما. لازم الواحد يتعامل باحترام وبطريقة بروفيشنال عشان يكون محبوب وياخد أحسن أوتكم من البشر. ده اللي إن شاء الله أنا عاوزاكم تكونوا موجودين فيه، إن أنتوا دايما تكونوا مانجرز لتيمز، تتعاملوا بطريقة بروفيشنال، بس يكون التيم بتاعكم بيحبكم ويديكم دايما أحسن مجهود وأحسن شغل. What does mean change what does mean team change look like. لو اتكلمنا عن البروسيس بتاعت ال change، في يعني اتكلمنا ان هو ال change نفسه بيتغير خصوصا في التيمز، ممكن يكون شكله ايه؟ في سنة 1965، يعني تقريبا من نقول 40 years حاجة كده، يعني من سنين طويلة جدا، عملوا موديل. الموديل ده ماشيين بيه لحد دلوقتي. قال لك عشان خاطر التيمز تكون موجودة عندي في كذا نوع، كذا ستيب، عشان يحصل ديفلوبمنت للتيم، تطوير للفريق أو للناس اللي شغالة معايا. في أول حاجة فورمينج، ستورمينج، نورمينج، وبرفورمينج. تمام. فورمينج is the first stage. أول حاجة that involves the team asking، يعني بنسأل fundamental questions، حاجات أساسية، نسأل أسئلة بديهية. What's our primary purpose؟ الغرض بتاعي أنا هبني مبنى، أنا هبني مستشفى، أنا هعمل عربية، أنا هبني طيارة، أنا هعمل سيرفيس للناس بتاعت عربياتها مثلا، هدي سيرفيس لمرضى، هدي مؤسسة تعليمية، هدي تعليم لطال أطفال صغيرة أو حتى ناس كبيرة بوست جراديويت ستاديز. فهتفرق أنا الغرض بتاعي إيه، أنا بعمل إيه، التيم بتاعي ده موجود ليه. مدي أدي برودكت، البرودكت ده يروح للعميل على طول، ولا أديه عشان خاطر القسم اللي جنبي يشتغل. الديبنس أنا الهدف إيه، ولازم الهدف ده يكون واضح لكل الناس، من أول السي أو فوق، الدايركتورز، المانجرز العاديين، السوبرفايزر، تكنيشنز، حتى عمال النظافة لازم يكونوا فاهمين الأساس بتاعنا احنا موجودين عشان غرض ايه، لما يفهموا يشتغلوا بشكل أحسن. تمام. How do we structure ourselves as a team to achieve our purpose؟ ازاي احنا نقسم نفسنا وندي لنفسنا تفاصيل وحاجات كتير عشان خاطر نعمل مؤسسة، عشان خاطر نحقق الغرض اللي احنا عرفناه كلنا، عشان خاطر احنا نبني عربية، عشان خاطر نقدم خدمة طبية يعني تساعد في شفاء مرضى. طبعا الشفاء بقى امر الله. ازاي ان احنا نخفف عنهم، فكل ده غرض، وغرض انساني جميل. ازاي بقى انا اقسم الناس اللي حواليا والاطباء والممرضين والفريق الاداريين والفريق بتاع الحسابات والفريق مش عارف ايه والمنتنس، ناس كتير موجوده مهمه جدا، ازاي اقسمهم صح عشان تديني احسن خدمه. طبعا what rules do we have، يعني كل واحد الرولز بتاعته لازم تكون واضحه. يبقى في حاجه اسمها job description او توظيف وظيفي، توصيف، بوصف الشغل بتاعي شكله ايه. تمام. هو ذا ليدر، طبعا التيم بتاعي محتاج ليدر مانجر، بس الاحسن يكون ليدر طبعا.
how we will work together، ازاي هنشتغل مع بعض. في ناس تشتغل virtual زي ما اتفقنا ان هو يشتغل بالايميلات والتليفونات وهو كل واحد في مكانه، او لازم كلنا نجتمع في meeting room ونجتمع. it depends حسب طبيعة الشغل وحسب المؤسسة اللي مصرحة فيه. ازاي يبقى في relationships بيننا وبين بعض، في حواجز. اكيد اكيد يعني سي او مش هيبقى فاضي ان واحد يدير مشكلة، مثلا مشكلة بسيطة تحت في المصنع هو المفروض موجودة عشان يحل المشاكل المعقدة، بياخد مرتب ضخم جدا عشان خاطر يحل مشاكل صعبة، مش هيسيبها ويروح يمسك حاجات بسيطة يقعد يحل فيها. فلازم يكون في حواجز، كل واحد متخصص في حتة يشتغل فيها. تمام. ستورمينج، ستورمينج دي الحتة اللي هي محتاجة شغل كتير. خلاص ابتديت حطيت الحاجات الفاندمنتال بتاعتي، ابتدي اشتغل. وانت بتيجي تشتغل هتلاقي نفسك بتسأل أسئلة وجودية، ده طبيعي. I don't think we should be aiming for this. ما افتكرش ان الغرض ده احنا المفروض نعمله. مش مهم، مش مهم ان احنا نعمل عربية جديدة، ما في عربيات كتير موجودة مثلا. مش مهم نبني مستشفى، ما في 6 7 مستشفيات في نفس المنطقة. في ناس بتقول لك كده، لازم بقى تدي justification، سبب واضح. لا يا جماعة، المستشفى دي متخصصة لأمراض كذا، دي مفيش حد متخصص فيها في المنطقة عشان تخدم الناس. او مثلا احنا بنعمل عربيه جديده عشان تكون موفره مثلا للطاقه وي وي، ومناسبه لدرجات حراره منطقتنا بطريقه بتاعتنا، فالموضوع يختلف. فانا لما ادي مثلا اسباب واضحه ليه انا بعمل الغرض ده، طبعا كل حاجه ساعتها هتبقى مفهومه اكتر، والناس هتشتغل فيها بشكل مركز اكتر. The structure hasn't taken account of this. وفي حتت بتبقى gray، حتت مش واضحه، لازم اوضح كل التفاصيل، اوضح النقط. القسم الفلاني بيعمل كذا، فلان بيعمل كذا. لو حتى جراي بتبقى بالنسبه للناس مش مفهومه، ما بيحبوش يتعاملوا معاها، ولو اتعاملوا معاها ما بيحبوهاش هي شخصيا. فلازم الحاجه تكون قدر الامكان واضحه. طبعا ما ينفعش كل حاجه تكون واضحه 100%، بس قدر الامكان. هنا بيتكلم ان في حد عمل التيم ده، التيم ليدر عمل الموضوع ده، بيكون عنده اكسبيرينس، مؤهل، كواليفايد، ولا أول مرة؟ أول مرة ترى الإكسبيرينس بتاعته إيه؟ طب هو شخصيا يقدر يشيل، يقدر يتحمل، يقدر يبقى مدير. فالموضوع كله بيفرق. How we can achieve our goals without support from other organizations، زي إن أنا أقدر أحقق الغرض بتاعي من غير ما أخد دعم من القسم اللي جنبي، أو من المؤسسة اللي جنبي، أو من زميلي اللي جنبي. It depends. كل ده لازم يكون معروف للستورمينج. أكتر حتة بحبها بصراحة في الستيج بتاعت الستورمينج، الحتة دي هي أساس التغيير. ستورمينج على فكرة هي الستيج بتاعة التغيير عموما. الحتة دي نفسي إن انتوا تكونوا مركزين فيها وتعرفوها. It's natural part of process. التغيير حاجة طبيعية، التغيير حاجة healthy، التغيير حاجة مهمة. It's natural, healthy, important. التغيير يا جماعة مش حاجة وحشة، التغيير حاجة كويسة. مولى عز وجل نخلي الدنيا كل يوم فيها حاجة متغيرة، فالتغيير نفسه دايما ممكن يكون فيه اوبشن انه يكون لصالحنا، في فرصة ان التغيير ده يكون حاجة ايجابية علينا. مش ذكاء ان احنا نتعامل معاه بحب، مش ذكاء ان احنا دايما ناخده لصالحنا، ما نخافش منه، ما نقلقش منه. الطبيعة البشرية بتخاف من اي حاجة مش مفهومة، بتخاف من اي حاجة مش واضحة ليها، اي حاجة جديدة بتخوف، طبيعي انت مش فاهمها، ما تعملش معاها فبتخاف، بتبانك زي ما بيقولوا، بتخض. فان انا احافظ عليه، احافظ على الرد فعل والرياكشن بتاعي في التغيير ده، اكون قويه. ده محتاج اولا قوه، ثانيا اقتناع ان الموضوع ده يعني انت تقدر تهندله، انت قوي كفايه انك تعرف تتعامل معاه. وده شيء طبيعي جدا وبيحصل لكل الناس، ومش حاجه حصلاني انا بس. فلازم نتعامل مع التغيير بالطريقه دي عشان ناخد اكتر سكسس احنا عاوزينه، اكتر نجاح احنا محتاجينه. تمام. فالتغيير دايما natural healthy important، natural healthy important، حاولوا دايما تتعاملوا معاه بالطريقه دي. ايه بعد كده؟ في norming بقى، خلاص الدنيا اتظبطت، ابتدي اشتغل third stage، ودي بقى خلاص final one، يعني المفروض final قبل الاخيره على طول. خلاص الموضوع شغال، نبتدي نشتغل ونعمل achievement بقى. يا جماعة احنا عملنا forming وعملنا storming، خلاص نبتدي بقى الموضوع يبقى فيه harmony شوية، العجلة تبتدي تدور شوية، عشان خاطر خلاص لازم يبقى فيه intake، سواء بقى service أو product أو result أيا كان تاني. وال performing،
في الاخر بقى، ده الفاينل ستيج، مفيش حاجه اكتر منه. انا اشتغلت والدنيا ستيبل، التيم has successfully transferred into three previous stage, therefore has a clarity about purpose. خلاص الغرض بتاعي واضح، الرولز واضحه، engage حصل في الشغل، engage يعني الترابط والتلاحم ابتدى يشتغل، خلاص الاقسام فهمت بعض، ما فيش مشاحنات، مش في مشاكل، فكل ده بيخلي خلاص البرفورمانس يشتغل، الشركه بتبرفورم، بتديني الاوتكم بتاعي، وكل حاجه بتبتدي ان تستبلش او تبدا بشكل مريح، وخلاص المؤسسه بتاعتي اشتغلت والتيمز اللي جوه فاهمين بعض وفي هارموني، فده اللي انا عاوزاه. تمام. how individual effect team dynamics. هنا حتة حلوة أوي لو ركزنا فيها، كل الأشخاص الموجودين في التيم عندهم باك جراوند مختلفة. حضرتك نفسك عندك باك جراوند مختلفة عن أخوك اللي قاعد في البيت، حضرتك مختلفة عن زميلتك اللي قاعدة في الشغل، شخصية مختلفة، مع إنكم نفس البيئة، نفس المنطقة، نفس ممكن الجامعة والدراسة، طبيعة مختلفة. فالطبيعة في واحد يقول لك أنا بحب الحسابات، أنا بعشق الحساب، هو مهندس بس هو بيحب الحساب، اشتغل قبل كده في الحسابات، أول ما اتخرج فحبها مثلا، أو واحد أول ما اتخرج أو اتخرج هو نفسه الباك جراوند جاي منها، مثلا حاجة بتحب البلاننج. شخصيات مختلفة، كل واحد فينا ليه بريفرنس، ليه تفضيلات. أنا بحب أتعامل مثلا مع السوفت ويرز وشاطر جدا أتعامل مع البرامج، واحد تاني يقول لك لا أنا ماليش في البرامج، ده بتوجع العين يا جمال، انا عاوز اتعامل مع كاستمر، انا بحب اتعامل مع بشر. واحد يقول لك لا ده صداع، البشر والكاستمرز بيجيبوا صداع، ولازم فيدباك وكاستمر هاندلنج وكاستمر سيرفيس وبروسيس طويله قوي، فانا ليه ادخل نفسي في الموضوع ده؟ لا انا هاخد حته تانية، انا هتعامل مثلا في الاكاونتنج في الحسابات، انا بحب الارقام. فالتيم او التيم مانجر لازم يكون فاهم طبيعه الناس اللي تحت ايده، كل واحد بيحب ايه، اللي بيحب يتعامل مع عميل حلو قوي، يحط يتعامل مع زمايله، تعمل مع عملاء، يتعامل مع بشر، يبقى في customer relationships في حاجة هو تكتب يحب يتكلم، يديله الحتة اللي ينفع يتكلم فيها من غير ما يأثر على شغله. واحد بيحب الحسابات يقول له أهلا وسهلا في حسابات كذا وكذا وكذا، اظبطها بالظبط. في واحد بيحب الإنجينير والهندسة، خده في الحتة بتاعته على قد ما تقدر، وظف التولز اللي تحت إيدك علشان خاطر أنت تاخد منها اللي أنت عاوزه أيا كانت إيه هي. يعني ممكن قوي التولز دي تكون واحد مثلا بيحب يقرا مثلا زي يعني فلك، في ناس بتحب تقرا عن فلك كتير، تمام، ساعتها انت تيجي له مثلا تقول له عاوز تعملي دراسة عن طبيعة الجو والطقس بتاعنا في توقيت كذا وكذا وكذا، عشان البروجكت بتاعنا او التيم بتاعي خارج يعمل مثلا بحث ميداني في مكان معين، انت بتوظفه صح، انت بتعرف تستخدم الناس اللي حواليك عشان يفيدوا التيم ويفيدوا البيربس ويخدموك انك تحقق اهداف المنظمه او الشركه او المؤسسه اللي انت فيها. حتى الناس لما بتشتغل في حاجه بتحبها هي هتحبك جدا، ولو لا قدر الله الناس دي، يعني في ناس تقول لك انا عاوز اشتغل في الحسابات، يا سيدي انت مش هتعرف، لازم تكون دارس كذا، لا انا بحب الحسابات، لو اديت له فرصه اسبوعين ثلاثه حاجة من الاثنين، انت هتاخد outcome واحد من الاثنين ملوش تالت، يا اما هتاخد فعلا واحد موهوب موجود في المكان فعلا انت اكتشفته، وهو هيفضل طول عمره مديون لك بيها، وان هو انت نقلته الحتة بيحبها، هيفضل طول عمره يحبك وشايف ان انت عملت فيه فيفر او جميل، او هتلاقيه بعد اسبوعين يقول لك من فضلك رجعني مكاني القديم، انا مش قادر، انت تنتصر. وفي الحالتين سيادتك كسبان، لانك خلاص الشخص اللي قدامك ده بطل زمن، عارف ان قدراته ما توصلوش للمكان ده، فانت تقدر ساعتها انك ترجعه مكانه بكل اريحيه، وهتاخد منه احسن شغل لانه هو عارف خلاص ملوش غير الشغل ده، فهيحاول بقى يديك اعلى شغل فيه. تمام. فدايما الواحد يشوف البريفرنس ويفهم الشخصيات ويتعامل معاها بذكاء، خصوصا لو الشخصيات دي بشر، او البشر عموما صعب ان انت تديرها، دايما متفقين نفس البشريه اصعب حاجه في الاداره، والنفس البشرية عاملة زي النار أو الإضاءة، بتاخدها تدير لك تنير المكان كله، وتستخدم كل الناس اللي حواليك وتوظفهم إن هم يحققوا أهدافك ويبقوا بيحبوك ويشتغلوا عشانك ال 12 بالليل وياخدوش أوفر تايم ويشتغلوا ويك إند عشان مؤمنين بالهدف اللي أنت بتشتغله أو بتسعى له. في ناس تانية لأ، حسب أنت بتتعامل معاهم إزاي.
حسب الأسلوب اللي أنت بتتعامل، إن طريقة الهندلة بتفهمهم بتسمع، لازم المدير الشاطر يسمع، مدير التيمز اللي تحتك عندهم ضغوطات كتير، فلما في مرة من المرات تسمعهم وتحل لهم مشكلة هيحسوا إن عندهم ضهر، هيحبوا يلجأوا لك كتيم مانجر، وساعتها هيكون الهارموني أحسن. لما يكون في مشاحنات وتلاقي الهارموني قل، لازم تقدر تسمعهم تحللهم كم مشكلة بحيث إن الموضوع يرجع تاني طبيعي ويرجع قوي وأحسن من الأول. فده بيحتاج تيم مانجر قوي ذكي عنده ذكاء اجتماعي، وده مهم جدا جدا، الذكاء الاجتماعي أهم حتى من الحتة التكنيكال. أي مهندس شاطر يقدر يدير الحتة التكنيكال، الذكاء الاجتماعي وإنك تدير بشر لا، دي محتاجة صبر وجهاد عشان خاطر تقدر توصل لها وتاخد اللي انت عاوزه وتنجح، لانك لو نجحت بيهم مره هم هيحبوك ويحبوا نفسهم ويحبوا الشغل معاك، وساعتها هتبقى مدير ناجح، وده اللي احنا طالبينه دايما. تمام. اخر حاجه الاورجانيزيشن، دي اللي ان شاء الله هنتكلم عنها الشابتر الجاي. تعالوا ندرج شويه كده عنها، يعني عاوزه اديها انترودكشن بسيطه. خلينا متفقين ان الواحد لازم يعمل ادابتيشن عشان خاطر الاورجانيزيشن بتاعته، الاورجانيزيشن نفسهم بيغيروا وبيغيروا من ثقافتهم وبيغيروا من اسلوبهم. يعني مثلا في اول القرن اللي فات كانوا دايما يقول لك people our greatest assets، دايما الشركات تيجي تقول لك البشر هم اعلى حاجه عندي، هم الاسد الحقيقي، هم المؤسسه الحقيقيه. هل كلنا مؤمنين بكده؟ بس جم بعد فترة لما ابتدت تاخد الماشينز وتدخل، ابتدوا إن هما يطيروا ناس من الشركة، ابتدوا إن هما يعملوا داون سايزنج، خلاص أنا بعمل له ديترمينيشن، بخرجه بره الشركة نهائي عشان خاطر أنا مش محتاجة. الشركات نفسها بتعمل تشينج، الشركات نفسها تلاقيها مرة واحدة يا جماعة احنا هندخل ماشينز تشتغل بالذكاء الصناعي وهنشتغل على أقسام كذا وكذا وكذا. الشركة الذكية اللي تبقى عارفة إن الناس الموجودة فيها دول أسد فعلا، وإن هم عندهم نوليدج، معرفة بالنو هاو بتاعة البرودكت مش موجودة عند حد، فإن أنا أخدهم هم أطورهم، وإن أنا ما أقطعش أي حد، أديله فرصة إن هو يكمل معايا، إن أنا أدربه ويتعامل مع الماشين الجديدة، ده منتهى الذكاء ومنتهى الرحمة ومنتهى النجاح، إنك بتنجح بالناس القديمة هي هي في حاجة جديدة بتشالنج، وتشالنج عادي جدا. فالشركات نفسها بتعمل أدابتيشن، خصوصا بقى مثلا إن الأسواق خلاص ابتدت تفتح على بعض، أنت قاعد هنا مثلا في الرياض أو في القاهرة شايف المنتج أو البرودكت اللي جالك من الصين بيتعمل إزاي، فبيجيلك الحاجة الياباني وتقرر تفاضل بينهم، سيادتك نفسك بتدخل المنتج المحلي بتاعك معاهم وتقدر ان انت تتعامل معاه، فده حاجه مش سهله، حاجه محتاجه ان انت تتعامل بتشالنج اكبر. الماركتس بقت مفتوحه على بعض، دي حاجه مش سهله ابدا، تشالنج بقى اعلى، بقى فيه دايما تشالنج تحدي، اقدر ان انا انافس في السوق، لو وجودي في السوق استمر ده نجاح دلوقتي، لو يكبر ده نجاح اكبر واكبر. يعني في ناس كتير بقت تخرج من السوق بدم بارد او في ثانيه، يعني مثلا لو اتكلمنا عن نوكيا، طبعا كلنا فاكرين كان في زمان، انا ما اعرفش ايه الناس انا تفتكره ولا لا، تليفون نوكيا ده كان مسيطر، نوكيا كانت مسيطرة على كل حاجة. نوكيا مع الوقت ابتدت تقع، يحصل لها داون جريد، مع الوقت دخل سامسونج بالاندرويد ودخل ايفون وحط سوفت ويرز، نوكيا قالت لك لا انا التزم بالتليفون الصغير ابو زرايب ده الجميل اللي بيعيش 20 سنة من غير ما يتشحن، بيضربه في الارض ما يبص. كان في تليفون زمان كده، تليفون صغير بزراير نوكيا، التليفون ده نيرفي لما بتشحنه، حاجة كده قوية جدا، ما بيبص تقريبا، لو خبطته في حيطة هو هيرجع لك سليم مليون في المية، ما بيبص بجد، قوي جدا والناس كلها حباه، وصغير في الجيب ومش محتاج تفاصيل. مع الوقت دخل أندرويد ودخل الآيفون بشراسة، هما ما عملوش تغيير، التزموا شوية، ابتدوا يعملوا تغيير متأخر، كانوا خرجوا بره السوق، خرجوا بره السوق في مش مليارات، بليونز، أرقام فلكية من مكاسب خسروها، وخسروا ماركت كامل على مستوى العالم، مش على مستوى أوروبا أو أمريكا أو حتى ميدل إيست أو نورث أفريكا، لا هو خسر على مستوى العالم المنافسة، وخرج بطريقة دراماتيك قوي عشان خاطر معرفش إن هو يكمبيت أو ينافس في الحاجة الجديدة. فدايما لازم يكون الشركات عندها الذكاء
وتقدر ان هي تقدر ان هي يعني تستعمل التولز والحاجات اللي حواليها دايما تكون لصالحها. يعني مثلا لو اتكلمنا عن كوداك، مش عارفه في ناس هنا عارفه كوداك ولا لا، الناس اللي بتحب التصوير هتعرف دي كانت شركه كبيره للتصوير. ساعتها لو اتكلمنا عنها يعني رفضت التغيير، رفضت تغير الحاجات السوفت وير فيها، ان هي تدخل بقى الديجيتال فوتوغرافيا والحاجات دي، قالت لك لا هي وقعت مع التدريب. يعني مثلا حتى ياهو، الحاجات اللي هي المفروض ان هي فيري ادفانسد ومتقدمه جدا، تعرض عليها تشتري جوجل اول ما طلعت بمبلغ صغير، ياهو رفضت قالت لك لا مش محتاجه. جوجل اشترت ياهو قريب من كام سنه وتقريبا بتصفيها وما بقتش محتاجاها. لو انت متصرفتش بذكاء في المجتمع او في الماركت والسوق اللي احنا شغالين فيه العالمي هيتصفى، اللي ما بيشتغلش بذكاء بيتصفى، بيخرج بره المنافسه، ما فيهاش هزار، ما فيهاش نيجوشيشن، ما فيهاش عشان خاطري. ومعلش حتى المنظمات اللي بتاخد فاندنج من الدول، دول دلوقتي بقت خلاص بتشتغل بقدراتك، بيخرجوا بره الفاندنج والدعم ده. نادرا لما تلاقي دلوقتي الدوله بتدعم مؤسسه، ولو دعمتها بتدعمها لوقت قليل وبعد كده خلاص. المؤسسات الذكيه بتتعامل ان التشالنج الموجود حواليها تعمل له ادابتيشن، تعمل له نوع من انواع ال ادابتيشن، يعني ان انا بعدل نفسي عشان اظبط او الائم، ابقى ملائمه اكتر مع الريكويرمنتس الجديده، مع الاحداث الجديده، مع المتطلبات الجديده. في نزلت شهاده ايزو اروح اخدها للشركه بتاعتي عشان اعرف اصدر وانافس بره، نزلت تطبيق كذا اخده طالما العالم كله مهتم بيه ابتدي اعمله واطبقه عندي، وممكن كمان اخد خطوات استباقيه وادخل الحاجات دي قبل اي حد. لو هو الشخصيات لو قلنا اكتيفيتست في شركات كده، على فكره ده بينطبق على الشركات برضه، في شركه اول ما بيحصل تكنولوجي بتاخدها تطبقها، في شركه للبريكتور لا هي هتراقب الشركه التانيه كده، من تعملها كده وتقعد تراقب وتشوف هي بتعمل ايه وتنقل منها مثلا، وفي شركه تانيه لا انا هاخد الباك جراوند وهرجع للاساسيات، في شركه تالته لا مش هعملها غير لما تترغم عليا ان انا اعملها والا هخرج بره المنافسه. فالديبنس الشخصيات برضه بتعمل ريفليكشن كده او انعكاس على المؤسسات. فالمؤسسه الذكيه زي الشخص الذكي اللي بيعرف يعمل ادابتيشن لنفسه، يعرف ان هو يتعامل مع التغيير بشكل احسن، هو ده اللي بينجح وهو ده اللي بيكمل في السوق. فده ان شاء الله هنتكلم فيه كمان في الشابتر الجاي، شابتر 3. اتمنى المحاضره دي تكون واضحه، اتمنى ان انتم تسمعوها مره واتنين. الموضوع سهل بسيط، المفروض ان انتوا بتتعلموا حاجة جديدة، الحاجة دي تتعلموا ازاي بس تتعاملوا مع التغيير، ده اللي انا نفسي فيه، سواء بقى ان انتوا بتتعلموا تغيير individual او team او organization. اتمنى ان يكون تطبقوا الحاجات بشكل عملي، بشكل يقدر ان هو يساهم يطور من شخصياتكم. اتمنى ان انتوا تحلوا التست او الاكزام بالتوقيت وانتوا مستريحين، واتمنى ان شاء الله اشوفكم في حلقات النقاش. هستنيكم، هستنى المناقشة معاكم والدردشة، وإن شاء الله أشوفكم قريب جدا، وحظ سعيد وإن شاء الله كل التوفيق. شكرا ودمتم بخير.